أنا اسمي آية، عمري 13 وعمري هون بالمدرسة بلبنان. أنا بحب رفقاتي كتير، وإحنا هربنا من هنيك لأنه في حرب، وأنا هلأ بحكي مع رفقاتي على الواتساب، كتير مشتاقة لهم. أنا كذا عم روح بالمدرسة هون بسوريا، بس بحب المدرسة بسوريا أكتر لأن هنيك بلدي ورفقاتي كلهم هنيك. أنا بحس إنه الأولاد السوريين اللي ما عم يروحوا على المدرسة يعني إنه ما أنا متعلمين، ولا حتى فيهم يعملوا شيء، يعني ما فيهم يتعلموا.